حرفيا من اكتر الحاجات اللي اتطلبت مني ان انا اعمل اندومي بالجبنه. فتعالوا نشوف مع بعض بتتعمل ازاي. اول حاجه هنسلق الاندومي بتاعتنا في ميه سخنه، وفي طاسه فيها حبه من ميه الاندومي هنقوم نازلين عليها بمعلقتين من الجبنه الكريمي. بعدها هنقوم جايبين الجبنه بتاعت الهامبرجر هننزل بشريحتين منهم. وعقبال ما الجبنه تسيح ما تنساش تعمل منشن لصاحبك وتقول له فين ال 50 جنيه اللي عليك. بعدين هنحط رشه فلفل اسمر وبهارات الاندومي. بعدين هنقوم مصفين الاندومي بتاعتنا ونازلين بيها على الخلطه بتاعتنا. هنقوم مكسين كل حاجه مع بعض. بعدها يا معلم قوم اغرف لك في طبقه وحط عليها شريحه من الجبنه بتاعتنا ورشه شطه في الاخر. وبس كده احنا خلصنا. وما تنساش تكتب لي وصفتك في كومنت. وبس كده ويلاحو على العظمه.